لابد من التذكير بأن اليوم هو اليوم العالمي للأرشيف. طبيعة الحال عنده أهميته بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان. المجلس الوطني لحقوق الإنسان عنده كذلك وحدة خاصة بالأرشيف، وعندها تم الاعتماد ديال القوانين ديالها، ديال التدبير ديالها وديال الأرشفة ديالها. اليوم في هذا الموضوع فقط ارتأينا نقتسم ونحن نحتفل باليوم العالمي للأرشيف بما بالنقول العملية التي قمنا بها، واللي هي عند أهمية كثير فيما يخص ذاكرة التدبير والانكباب ودراسة قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فالأرشيف ديالنا هو أرشفة ديال كل المقررات التحكيمية للهيئة التحكيم قبل الأولى التي انكبت على ملفات الضحايا، وكذلك المقررات التحكيمية ديال هيئة الإنصاف والمصالحة. طبيعة الحال هذا الأرشيف هو ليس فقط ورقي ولكن كذلك رقمي، وبالتالي اليوم عملنا خطوة عند أهمية كبير جدا فيما يخص حماية وحفظ كل العمليات ديال الحالات والملفات ديال الضحايا لهذه السنوات. اليوم كل الضحايا الذين قدموا ملفاتهم هي ملفات ذاتية ومشخصنة. بطبيعة الحال سنتقدم كذلك، سنقتسم مع أرشيف المغرب بشكل آخر، بمعنى أنه سنقدم له عدد من المقررات التحكيمية التي لم تكن قد تم تسليمها له، إلى جانب أن سيكون هناك اعتماد قاعدة واضحة بأن كل الملفات التي ستسلم لأرشيف المغرب ستتم انطلاقا من نقولوا واحد لاباساسيون ديال واحد توقيع مشترك ما بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأرشيف المغرب، ويتم حماية وحفظ كل الملفات ديال المغاربة الذين كانوا ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ورقيا ورقميا، إلى جانب أنه تمكننا من جمع كل الكتب التي نقولوا نشرت بخصوص شهادات الضحايا ديال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.